الطاقة الأنثوية وخصوصا الطاقة الأنثوية الغامضة هي طاقة جذب، الطاقة اللي بتتطلب أقل مجهود ممكن في أقصر وقت. تالت صفة ودي مهمة قوي 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 وخصوصا في العلاقات العاطفية، البنت اللي عندها طاقة أنثوية غامضة حاجتين ما بتعملهمش أبدا. إزاي يبقى عندك طاقة مغناطيسية أنثوية لا تقاوم؟ ليه أصلا المفروض يكون عندك طاقة أنثوية غامضة لا تقاوم؟ تخيلي ان انت تكوني قاعدة في مكانك وبأقل مجهود ممكن تكتزي بكل حاجة انت عاوزاها، كل حاجة في اي ناحية تخطر في بالك. لو حابة تعرفي ازاي ان يكون عندك طاقة انثوية غامضة لا تقاوم خليكي معايا لاخر الفيديو ده وهقولك تعملي ايه بالظبط. الطاقة الانثوية وخصوصا الطاقة الانثوية الغامضة هي طاقة جذب، الطاقة اللي بتتطلب اقل مجهود ممكن في أقصر وقت، وهي ان انت تكوني قاعدة ومرتاحة وريلاكس جدا وعارفة ان كل حاجة انت عاوزاها هتجيلك لحد عندك. بس انا مش هنا بقولك اقعدي وبططي على الصوفة وما تعمليش حاجة، انا بقولك برضو هتعملي ايه بالظبط، والاهم ما تعمليش ايه عشان ما تبقيش في عكس الطاقة دي. وهبدأ معاكي بان انا هوصفلك ايه هو شعور الطاقة الانثوية الغامضة التي لا تقاوم. عايزك تفكري في قطعة من القطيفة الناعمة الاصلية لونها اسود وانت عمالة تحسسي عليها، ايه الاحاسيس والمشاعر اللي هتيجي في دماغك؟ اول حاجة هيجي في دماغك شعور بالفخامة، شعور بالرقي، شعور بالنعومة، شعور بالغموض. اول صفة عشان يبقى عندك انوثة غامضة لا تقاوم لازم تكوني صعبة المنال، ولما اقول صعبة المنال يجب ان انت ما تسهليش كل حاجة على كل الناس اللي حواليك، يعني ما تدهمش مفاتيحك، ما تعرفهمش كل الحاجات اللي في دماغك، ما تخليش الموضوع محروق ممل مفهوم ومعروف. العكس هو ان انت تخليهم يبذلوا مجهود عشان يعرفوا انت بتحب ايه، عشان يعرفوا انت عايزة ايه، تحلمي بايه. ساعتها بس هيعرفوا قيمة ان هم قدروا يوصلوا لده، قيمة ان هم قدروا يوصلوا لابتسامة على وشك. مثال مثلا ان انت تقابل شخص ولسه بتتعرفوا على بعض ويقولك انت بتحبي ايه، انت عاوزه ايه، خلي اجاباتك مختصره غامضه عايمه. اوعي تطمنيه، اوعي تعرفيه ان انت بتقولي اي حاجه ليها علاقه بيه، اوعي تعرفيه ان انت معجبه بيه، اوعي تحطيه في جمله مفيده بشكل غير مباشر او مباشر. ساعتها يعرف انه خلاص وصل، وساعتها كل الغموض هيموت. العكس بقى صحيح، لما اجاباتك تبقى عايمه مش واضحه ومش محدده رغم ان انت بتحددي له حاجات معينه انت بتحبيها او عاوزاها، هيحس ان هو لازم يتعب ويشتغل عشان يبقى جوه جملة مفيدة في احلامك وفي الحاجات اللي انت بتحبيها. تاني سر يخلي عندك انوثة غامضة لا تقاوم هو ان انت تكوني انت، يعني خصوصا في المراحل الاولى او بتتعرفي على ناس، اوعي تحاولي انك انت تتلوني عشان تعجبيهم. لو انت هادية وبتمشي بالراحة وبتكلمي بالراحة وبتضحكي بصوت واطي وبتكلميش كتير وبتهزريش كتير، ويجي واحد مثلا يقولك انت مالك كده ناشفه، مالك كده جامده، مالك كده قفشه، فتلاقي نفسك شكيتي في نفسك وتهزيتي وفجاه بقيت العكس. ساعتها يعرف ان انت مفيش اي غموض ولا حاجه، مفيش حتى ثقه في النفس. ليه انت المفروض يكون ليكي طريقتك ويكون ليكي طبيعتك وانت اللي تحددي تتعاملي ازاي مع مين وامتى؟ علشان ده باور، ده قوه، انت اللي بتحددي. ما ينفعش انت تتعاملي مع كل الناس بنفس الطريقه، وما ينفعش ان انت تتلوني. هنا ما بقاش في غموض خالص، هنا بقى فيه عدم ثقة في النفس. ما بقولكيش كوني دمك تقيل ورخمة وبايخة، لا، بس برضو بقولك ما ينفعش انك انت تتعاملي مع كل الناس بنفس الطريقة. يجب ان يكون في درجة كبيرة جدا من الغموض بتحيط حواليكي، بتحيط بيكي، وناس معينة وناس قليلة قوي اللي انت بتسمح لهم ان هم يدخلوا بعد الدائرة دي. تالت صفة ودي مهمة قوي 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 وخصوصا في العلاقات العاطفية، البنت اللي عندها طاقة أنثوية غامضة حاجتين ما بتعملهمش ابدا، مستحيل. واحد انها تحاول انها تغير الشخص اللي قدامها ان هو يبقى زي الصورة اللي في دماغها. اتنين انها تحاول تتحكم في الاشخاص وفي الاحداث عشان توصل اللي هي عايزاه. البنت الغامضة اللي عندها طاقة انثوية طاغية بتقعد كده تبص، بتعرف اولا هي عايزة ايه، بتحدد حاجات معينة وبتبقى يعني كلير قوي بالنسبة لها، انا عايزة واحد اتنين تلاتة، وبعدين تدخل في الحياة عادي وتتعامل مع الناس. اذا قابلت شخص بتبتدي تبص تشوف هو فعلا هو ايه، هو مين، بيتصرف ازاي،
حياته ايه، وهل هو فعلا زي الصورة اللي هي عايزاها، هل في الصفات اللي هي عايزاها. اذا طلع فيه كل الصفات اللي هي عايزاها يبقى تمام، يبقى ده ممكن يبقى فيه امل ان هو يبقى فيه حاجة. لكن لو هو عكس تماما كل الحاجات اللي انا عاوزاها، ما جيش بقى نمسك فيه وحاول اغيره ان هو يبقى زي الصورة اللي في دماغي. وده ياخدني للنقطة اللي بعد كده واللي هي مهمة قوي قوي قوي، نقطة انك انت تكوني بتتفرجي على الشخص اللي قدامك زي الفيلم بالظبط. هو بيوريكي حقيقته وانت بتتقبليه، بس مش معنى كده ان انت هتدخليه في حياتك او ان انت تخليه جزء من حياتك. لما يقولك حاجة صدقيه، لما يعمل حاجة صدقيه، لما يتصرف بطريقة عكس اللي انت عاوزاها صدقيه، لما تيجي مثلا تتناشي معاه في موضوع مصيري زي مثلا واجبات المرأة وواجبات الرجل بعد الزواج، وتلاحظ ان معتقداته بتختلف مع معتقداتك، ما تقاوميش وما تجادليش وما تقوحيش وما تتفاجئيش وما تحسيش بان انت تدبرسي ويجيلك اكتئاب عشان ما طلعش زي ما انت عاوزه. لا، اشكري ان هو صريح معاكي وتقبليه زي ما هو، بس مش معنى كده انت تدخليه في حياتك لان هو عكس اللي انت عاوزاه. وهنا يبقى قدامك اختيار من الاختيارين، يا تكملي وتاخديه زي ما هو، يا تمشي عشان انت المفروض عايزه حاجه تانية خالص. خامس حاجه، ودي بقى مهمه قوي 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 قوي، عشان تكوني غامضه وعندك طاقة أنثوية لا تقاوم والناس دايما تبقى حيرانة انت بتعملي ايه وعاوزة ايه وانت فين وامتى هيشوفوك تاني وامتى هيكلموك تاني، يجب ان انت تبقي غطسانة في حياتك، غطسانة تحت في الأعماق، مهتمة بكل نواحي حياتك، ومن وقت للتاني بتطلعي على سطح المية تاخديلك نفس أكسجين طبيعي كده. نفس الأكسجين ده هو الكماليات، هو الحاجات اللي ممكن تعيشي بيها أو من غيرها، مش هتموتي يعني، بس الحاجات اللي ما ينفعش ان انت تعيشي من غيرها او تهمليها واللي هي تحت الاعماق، صحتك، شغلك او البيزنس بتاعك، اسرتك او اهلك، صحابك، المجتمع، رسالتك في الحياه، انت عايشه عشان ايه، كل الحاجات دي تحت في الاعماق. يجب ان انت تبقي غطسانه اطول فتره ممكنه من يومك تحت، ومن وقت للتاني تطلعي تاخدي نفس اكسجين طبيعي. ما ينفعش بقى يبقى انت لابسه بدله غطس وحاطه انبوبه اكسجين على ظهرك وواقفه فوق سطح الميه عماله تتنفسي، واقفه بتعملي ايه؟ مقضيه فتره حياتك كلها في الكماليات، في الحاجات اللي ممكن تعيشي بيها او من غيرها، وهتيجي، لان هي مش كل حاجه. بالعكس، انت لما بتكوني غطسانه تحت وعندك نواحي كتيره جدا من حياتك مليانه، الموضوع ده بيجي بسهولة اكتر. وفكري فيها، لو انت انسانة ما عندكيش حياة، ما عندكيش صحة، ما عندكيش مظهر جذاب، ما عندكيش صحاب، ما عندكيش مناسبات تحضريها، ما عندكيش شغل، ما عندكيش بيزنس، ما عندكيش اي حاجة انت عايشة عشانها، ما مدى صعوبة حصولك على حياة عاطفية ناجحة؟ ما هي فرصك؟ الرزق بتاع ربنا اكيد، بس مش هنضحك على بعض. كل ما كان عندك حياة غنية، كل ما كان عندك حياة واقفة على رجلها، كل ما فرصك في الجواز وفي الارتباط بناس تناسبك كانت اكبر، كل ما كانت الاوبشنز او الاختيارات اللي قدامك اكتر، والعكس صحيح. فانت اللي بايدك بتحجمي نفسك، وانت اللي في ايدك بتخنقي نفسك، وانت اللي في ايدك بتبقي في طاقه مطارده مش طاقه غموض، طاقه انثويه لا تقاوم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل انت غامضه؟ هل انت فعلا في الطاقه الانثويه الجذابه بتاعتك ولا لا؟ يمكن يمكن لا، يمكن نص ونص، يمكن في الفتره الاخيره الموضوع ده ما كانش متظبط عندك، يمكن في حاجه حصلت في حياتك خلتك خدتي بالك ان انت كنت عايشه في العكس تماما، وجي الوقت بقى ان انت تغيري ده للعكس خالص عشان تغيري كل النتائج اللي انت حصلتي عليها في حياتك في المستقبل. ولو انت عاوزه تعملي ده طبعا اكيد هتحتاجي مساعده شخصيه، هتحتاجي حد ياخد بايدك يديك خطوات تناسبك انت وتناسب شخصيتك وتناسب حياتك وتناسب اهدافك. ولو انت عاوزه تعملي ده تقدري تتواصلي معايا عن طريق اللينك اللي هيكون موجود في صندوق الوصف وفي اول تعليق تحت الفيديو ده. طبعا انصحك كمان ان انت تشوفي عضويه انثى وكاريزما على طبيعتك، واللي فيها اكسس على كورسات غير محدود، كل الكورسات اللي موجوده دلوقتي والكورسات اللي ان شاء الله هتنزل في المستقبل. وطبعا انصحك تشوفي كمان الفيديوهات اللي هتظهر هنا على شكل مقترحات، وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.